السلام عليكم. هنا نشاهد انتهاء اشغال النفق ضمن مشروع نتاع تحسين وازدواجية الطريق وتجديد الطريق الرابط بين طريق سلك الحديدية الرابط بين مدينة بجاية وبلدية بني منصور على مسافة حوالي 80 كيلومتر. وهذا الطريق نتاع السكك الحديدية هنا نشاهد انتهاء من حفر النفق المتواجد بمنطقة أميزور والذي يبلغ طوله 670 متر. إذن انتهاء من النفق نتاع السكك الحديدية واللي قامت به الشركة نتاع كوسيدار، شركة كوسيدار للأشغال العمومية، وكان ذلك برفقة مدير النقل وكذلك المدير نتاع المؤسسة الوطنية الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، وكل المسؤولين من مديرية النقل ومسؤولين المحليين لولاية بجاية. لإذن هذه لبنة جديدة في بناء الطريق هذا نتاع السكك الحديدية الهام ليربط مدينة بجاية، هي في الحقيقة يربط مدينة بجاية بالطريق السكك الحديدية الشمالي اللي يجي من غرب الوطن إلى شرقه. إذن هذه إضافة جديدة، والسلام عليكم.